الملف تاعي تاخر ل 20 20 شهر 6 لا في شهر 6 فهاد الشهر اللي حنا غاديين فيه. كيفاش عرفوا القضيه ديالك؟ الضابط كراج لي راك واخذ هاد السيد، يعني ماشي حنا كانت فلا ولا شي حاجه، هاد السيد كان واخذني على سنه الله ورسوله. هاد السيد هو كيتماطل في هاد الملف، هو باغي يجرجر هاد الملف، هو بزاف تاع الحوايج في هاد الملف باغي يوصل ليهم. امسي شنو الجديد تاعي؟ الملف تاخر ل 20 مزيان، تاخر ل 20 شهر 6. واليوم كنشكر الساده اللي دخلت معايا على الخط، جمال مريم ادريسي اللي دخلت معايا، مشكوره بزاف. يعني دابا عاد القلب تاعي ارتاح، وغدا هنا واحد بزاف، حيت الملف تاعي ما بقى ليه والو. الملف تاعي جاهز، الملف تاعي كامل، الملف تاعي واصل لشي حوايج ما نقولش لكم كيفاش فين واصلهم. يعني النيابه العامه عيطوا على هذا السيد هذا، حيت كاين الله والوطن والمالك، ما كاينش شي حاجه فوق ما القضاء. ولكن هذا السيد هذا التماطل اللي كيتماطل وهذا الشيء اللي كيدير ما فهمناش فيه حتى شي حاجه، حتى حاجه ما فهمناها في هذا السيد هذا. واليوم يعني القضاء مشكورين، ماشي عييت تهديت، ولكن راه واخا تهديت انني غنبقى مناضله لحتى يتحسن في الملف تاعي الحسم الاخير. الا ما تخداش في الملف تاعي القرار الاخير راه ما عمري نقول عييت، حيت قد ما عييت غايجي النهار اللي غنرتاح فيه. ولكن هي كتبغى يعيش شويه تاع الصبر، مدمره بزاف. اليوم ما جاتش الابن ديالي ان النفسيه تاعو تدمرات، الولد تاعي غيتشرد، الولد تاعي غيوصل لشي مأساة اللي خايبه، الولد تاعي وصل لشي حوايج اللي كبر منه، الولد تاعي وصل لشي حاجه ما نقولش لكم كيفاش دايره. يعني فين هي هاد الجمعيه تاع الطفل؟ فين هما هاد حقوق الطفل؟ فين هما هاد الناس اللي كيقول لك نازيين؟ فين هما؟ فين هما هاد الناس الشرافه؟ فين هما يا؟ ما كاينش. يعني راه الكرش شبعان وما كتحسش بالجيعانه. الحمد لله حنا ما جيعانينش، ولكن حاجه راني عطيتكم على مثال، عمثال عطيتو ليكم. دابا الحاجه الوحيده هاد الملف خاصو يتحسن فيه، ما خصوش يبقى زي الطيل. يعني هاد السيد دار لا دي ان، ما دارهاش راه الخطا كيبقى ديالو. علاش؟ انا تبلغ هو، تبلغ المحامي ديالو، ما كيجي يحضر دابا لا هو لا المحامي تاعو، غياخذ واحد القرار. حيت علاش؟ راه حنا في دوله الحق والقانون، راه ماشي حنا عايشين عاوكاك. انا غنبدا منين سالات دوله الحق والقانون. ملي كنهضروا على دولة الحق والقانون، يعني أنه الدولة باش تبقى دولة خاصها تكون عندها قانون وتطبقه. لأنه فاليوم إلى هاد الأطفال اللي هو بحال إدريس وأمثال ديالو الأقران ديالو، إلا بغيناهم مستقبلا يكبروا ويحافظوا على هاد الدولة ويكونوا من الناس اللي كيحترموا القانون ومن الناس اللي كيطبقوا القانون إلا وصلوا للمسؤولية وقريناهم وربيناهم أحسن تربية، راه هذا هو الربح. هذه علاش كتقاتل؟ وأنا متفق معها، ولو أن الفاعل الجمعوي والتربوي بالأساس انا كنستغرب علاش الجمعيات اللي تعنى بالطفوله وبالتربيه علاش ما كتحطش يد على الاطفال من الصغار. ما عرفتش انا مجال الخدمه ديالهم شنو هو، الا ما كنتش غنهتم باطفال هادو المتشردين في الشارع ونهتم بانه نشوف الاباء ديالهم والاوراق ديالهم ويدخلوا لمدرستهم ويديروا التطبيب ديالهم ويعيشوا في الكنف ديال الاسره ديالهم وياخذوا الحقوق ديالهم، شنو دوري انا كجمعوي انني ندير؟ انا راه للاسف حتى الجمعيات في المغرب ما بقاوش كيديروا ادوارهم. واش انت غادي بالكفوف وتجري من هنا وتحفر بير؟ لا، انت يا فاعل مدني خصك تبني المجتمع، تحرص على التربيه، على التعليم، على التطبيب، على العلاقات الزوجيه الاسريه، على على مختلف النواقص اللي كاينه اللي كتخلي واحد الطفل ما ياخذش الاوراق الثبوتيه ديالو في القانون. حنا لا، حنا جمعيات كيهتموا تما بالطبخ وبالكفاف وبالاحسان. لا، داكشي راه الدوله كاينه تقوم بواجبها. انا كجمعيه المفروض انني نهتم بالاسره، نهتم بالتربية، نهتم بالأبناء بالحقوق ديالهم، واش عندهم آباء وأمهات، واش عندهم حقوق ديالهم. حنا لا، للأسف ولينا ما أم إدريس ولا إدريس شحال جا عندك من جمعية وقف معاك؟ زيرو جمعية. حتى واحد، زيرو جمعية. أنا تبعتهم التعيات اللي كنقول. غنسولك غنسولك قبل، شحال من 8 سنين وأنت كديري إعلام؟ 8 سنين. هاي 8 سنين وهي كدير نداءات. انا نديروها 8 سنين باش خرجتي الصحافه وكدير نداءات الجمعويين الحقوقيين، جيو ساندون، ماشي هي كتقول ساندو هذا الطفل باش ياخذ حقوقه.
ولكن حتى وحده ما جات حتى شي جمعيه وراسلتهم. هي ما تحتاج تراسل، راه كتهضر في الاعلام انتم كديروا، خاص يجي ويستنفروا. راه عندنا مشينا عرفتينا مشيت للائحه ديال الجمعيات اللي تعنى بالطفوله، راه نعطيك القليله واحد 50 جمعيه غير في كازا. اذا وفينا واحد منهم؟ اذا هنا في كيبان لك بانه ما كاينش عزيمه لا من المجتمع المدني ولا من المجتمع السياسي. اليوم حتى السياسيين ملي كيشوفوا قضايا بحال القضيه ديال ادريس لازم ما يكون هناك واحد التحرك. نطرح سؤال في البرلمان، علاش هاد الاطفال ما كياخذوش حقوقهم في المسار ما يكون في الزنقه او باش يخليها طلع عليها الدم او لا تمرض صافي وتقول تقهرت. اذا هذه لما تقهرات راه كاينين عشرات تقهروا ولا حولادهم في الزنقه. الخيريات حنايا نعطيك مثال، واش عباد الله اليوم الا مشيتي هي الساحه حدا ساحه الامم المتحده كتلقى بالليل حوالي 50 60 طفل متشرد صغير، كاين فيهم قصيرات 12 عام 13 عام حامله يلا بلغت حملت. هادو منين؟ راه سبب انهم الامهات ديالهم جراو على مواليدهم ومشاو للمحكمه وداروا شكايات ووقفوا. كاين اللي كتوقفها في الشهر الاول شهرين العام الاول كدير بشكايه باش ينفق عليهم شويه، كتلقاها هي ما قادرش تنفق كيخرجها من الدار وصافي الدري كيخرج الزنقه. ولكن هاي السيده 8 سنين وهي كتقاتل، عنده دار واكل شارب الطفل باغي غير وثائق ديالو. هذا ما قال الدوله لا عطيني ماكله، ما قال ليها انا خلصي عليا تعليم، هي بامكانها تخلص عليه في البريفي، اعطيوها غير الوثائق باش تخلصوا تدخلوا المدرسه بريفي وهذا الشيء كامل وما بغيش نعطيوها. وهذيك اللي ما عندها لا فين تسكنوا ولا فين تشربوا راه الدري راه كتلقاه في الزنقه. هذا ما راهش في الزنقه حيت هذا لقاهم على الاقل كتعطيه السكن محترم وتعليم وماكله وشراب وباغا تقريته بريفي، ما باغاش حتى الدوله تخسر عليه ديك 30000 في شهريا. الدوله راه كتخلص 30000 على داك الطفل اللي في المدرسه العموميه شهريا، هذه ما بغاش تعفي منها الدوله. والدوله ما تديرش مؤسسات الدوله اللي هي من المؤسسات القضاء ما تقولش اجي نعطيوها نطلقوا صراحه من هذا العذاب. راه 4 سنين وهاد الدري كيقرا في مدرسه بريفي اللي مطلوب اليوم العام اللي حتى 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 السياسيين. شنو هو السياسي؟ البرلماني ولا الوزير ولا السياسي؟ خصني نبض المجتمع ملي كيبان لي ظاهره ديال الاطفال اللي عندهم مشاكل في اثبات النسب والزوجيه نطرحوا. اعطيني شي واحد طرح شي سؤال، ياك عندنا حقوقيات نائبات برلمانيات في البرلمان، علاش ما طرحوش؟ لا نطرحوا ونحرج الوزير وما يجيش عندي واحد يمثل الوزير، يجي وزاره الاسره والتضامن وفيها نساء، وزاره الاسره كتشدها من عندنا من 20 عام من مدونه الاسره وكتشدها مراه. اعطيني واش مدونه الاسره عمرها دارت شي مشروع ولا شي استراتيجيه باش هاد الاطفال ما يبقاوش يخرجوا الشارع باش ضمنهم؟ حنا الخيريات عندنا قلال ما كيقدروش يهزوا حتى الاطفال اللي في الزنقه، عاده يهزوا هاد الاطفال اللي جايين من بحالات الحالات. اذا اليوم كنطلب اولا من مؤسسه القضاء تسرع في المسطره تبلغ هاد السيد، النيابه العامه خاصها تبلغ هاد السيد، الولايات الامن ولايه الامن غتبلغ الدائره الامنيه، هذه معروف اجراء مسطري معروف. ثاني حاجه هاد الام راه عيات، يا ريت انه الشرفاء ديال هاد البلاد راه كاين شرفاء في القضاء في الامن في المخابرات في جميع الاجهزه ديال الدوله يتدخلوا، ماشي باش ياثروا على القضاء، باش يقولوا القانون اللي صار على تطبيق القانون ويقول ليه طبق القانون بسرعه ما تبقاش تماطل.